العزيز المحلات تفيدنا، احنا هسه بالشمس يا هل يجي من الشرطه يلا عزل يلا فلان يلا فلان، الله شاهد الله شاهد، حتى رزقنا طار. كفيلك المحلات تفيدنا والهلا هلا بالمسكين. شغل تعب مو الاولي، حتى واحد مثل يقدر ياجل له محل او تعرف، احنا هسه شغلتنا بعمي تعرف شلون، انا فشغلتي بالشارع بسيطه هيك، فاحنا شغلتنا مال البسطيات يعني ما تفيد. يعني هسه انا اذا اجل فد محل واطلع منه شمبر هم من 30 ورقه اكثر. اي هذا معسكر رشيد هسه اذا راحوا له وسووا به مجمعات تجي قد ياخذ ناس تشتغل اسواق نظاميه، اي اسواق نظاميه اخذ من عنده اجور زهيده، هم مرتاح نفسيا هو بالبيع وهم مأمن على سلعته. اكو ساحات هوايه كبار فيسوي يخططون لنا جصه بيض نخطط ونسوي، وفشي رمزي عن طريق الدوله مثل شهريا سنويا يوميا عاد ماكو اشكال احسن ما ضالين بالشارع هسه. يعني بالشارع يجي المرور يحاسبك، يجي الشرطه يحاسبك، تجي الامانه تحاسبك. يعني انا كل شهر الامارده تطي للطايفات احنا بال 150 200.